رئيسة منظمة التجارة العالمية نيغوزي إيويلا طلعت بتصريح قالب الدنيا. التصريح كان في افتتاح المنتدى العام السنوي للمنظمة في جنيف، وهي قالت اللي قالته وشفنا العواجل والأخبار والقنوات كلها بتنقل. خلينا نسمع إيش قالت. There will be a we'll pass this down to a recession in the developed or a global recession or both. I think a global recession. Right. That's what we're edging into. But at the same time, we have to start thinking of the recovery. We have to restore growth. The world is in a very difficult place at this time. We have a situation in which we're grappling with multiple crises. I often refer to it as a poly-crisis, simultaneous exogenous shocks hitting the world. We have security shocks. We have climate shocks, we have energy shocks, we have food price shocks, and all of this hitting countries at the same time. So we cannot afford to do business as usual. مثل ما سمعتوا رئيسة منظمة التجارة العالمية بتحذر من ركود عالمي، وهذا مو تصريح عادي، خصوصا وأنه طالع من أحد مسمى مو عادي. يعني هذه رئيسة منظمة التجارة العالمية، فلما تحذر يعني التحذير لازم يتاخذ بعين الاعتبار. ولما نسمعها بتقول الركود العالمي جاي لازم نخاف يعني، بس للتذكير بس آخر مرة العالم واجه ركود عالمي أو وقتها سموه الكساد الكبير، واللي استمر من آخر العشرينات لمطلع الأربعينيات من القرن الماضي. في العالم كله وقتها عاش أزمة اقتصادية كبيرة كانت الأشهر والأقصى، وعاشت كل الدول الغنية والفقيرة آثارها المدمرة لسنوات عديدة. ووقتها انخفضت التجارة العالمية لأكثر من 50% وارتفعت البطالة وتوقفت وتضررت الصناعات والزراعة والإنتاج. وبالعودة الوقت الراهن، فالكل شايف من شهور أخبار الاقتصاد اللي ممكن نوصفها بالمرعبة. ما في إلا بنسمع عن غلاء وتضخم وارتفاع نسب الفائدة و كلها من الأخبار اللي بتحسسنا أنه خلاص اقتصاد العالم جالس ينهار، وأنه الناس اللي زي وزيكم مو اقتصاديين عندهم صراحة أسئلة كثير. أولا إيش اللي بيصير؟ يعني إحنا فاهمين أنه في حرب في أوكرانيا وفي كورونا وغيرها يعني أثرت في اقتصاد العالم، بس يعني دايما في أزمات بتصير، إيش الجديد هذه المرة؟ ثانياً لو فعلاً إحنا أمام ركود عالمي، هذا حيأثر علينا نحن كيف الأشخاص العاديين؟ تنضم إلينا في الاستوديو زميلتنا في قسم الاقتصاد فاطمة الزهراء الضاوي عشان تساعدنا نفهم هذا الموضوع. أهلاً فيك يا فاطمة. أهلاً سارة، خوفت الناس صح؟ إيه. دحين إجاباتك حتكون حسستني حتكون حتخوفني أكثر أحس. شفتي شغلنا كيف صعب؟ صح، شفتي كم صارنا احنا وجالسين نحكي ركود تضخم، والان احنا بدانا نستوعب. شفتي الان وصلت ايش يعني ركود؟ عشان نقول ركود كده. طيب اوكي، خلينا نحاول نبسط الامور. ركود بالمعنى الاقتصادي هو لما يسجل اقتصاد معين، اقتصاد الف سواء امريكا ولا هنا ولا ربعين فصلين، ثلاثة أشهر متتاليتين من التراجع في النمو، نمو الاقتصادي الجي دي بي، نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعلى أساسه يصير ترتفع البطالة ينخفض التوظيف. أوكي. هذا مسمى بسيط أنه إحنا دخلنا مرحلة. فيما يسميه بركود. أوكي. الآن اللي صاير على الأرض هو فعلا استثنائي، لأنه لم نمر بفترة مماثلة مثل هذه. لو تتذكري في 2007 و 2008 بدأت بوادر الأزمة المالية العالمية الاقتصادية اللي أخذت بنوك كبيرة جدا للإفلاس. أيوة. على رأسها بالطبع ليمن برادرز، ولبعض البنوك لجأوا للبنوك المركزية بيحتاجوا دعم، لأنه محافظهم للرهونات العقارية اللي بيسلفوا الناس يشتروا بيوت فيها خلل كبير. إيه، كان وقتها في مصيبة كبيرة في العالم، مصيبة جدا كبيرة، وإحنا تابعناها وتابعنا تبعاتها. جاءت كل الحكومات بدأت تضخ أموال وسيولة في الاقتصاد لكي نمر من ديك الفترة. فإحنا كنا بنعيش من 2008 للآن في ظروف فيها مستويات فائدة جد متدنية. أوكي. وأيضا نمو ضعيف ليس بالكبير، وفي ضخ قوي من الحكومات، الكل كان جالس يضخ، يعني ضخ الحكومات ستر على الناس أو خلانا نمر بديك الفترة. أوكي. جات كورونا. أيوه. كورونا لما جات وصار فيها اللوك داون وهالإغلاق العام، صار في مشكلة إمدادات على معظم المواد، والحكومات رجعت مرة أخرى بتعطي أموال كبيرة للناس اللي اضطروا يجلسوا في بيوتهم. بريطانيا لو أخذناها مثلا تحملت رواتب الناس. أيوة. تحملت رواتب البريطانيين لمدة كبيرة، زاد الدين على بريطانيا. أوكي.
الإمدادات لما صار فيها عرقلة، وخصوصا أنه اكتشفنا أنه معظم منتجاتنا تأتي من الصين، والصين أغلقت لمدة كبيرة، صار في غلاء في الأسعار، صار في غلاء على النقل، فحتى المواد ما كانت متوفرة بشكل كبير أو كانت بأسعار أعلى. فكان من غير ما نحسب الآن اللي صاير بروسيا وأوكرانيا، إحنا كنا داخلين في فترة صعبة جدا. الحكومات تحاول تفتح وتشوف كيف حتتعامل مع تسديد الفواتير، تسديد الديون، إرجاع الناس للعمل وغيرها. فإحنا بنحكي على مرحلة كانت صعبة جدا. الآن هل في ركود ولا لازم نقسم المناطق لأقسام؟ منطقة هذه منطقتنا بتستفيد من ارتفاع أسعار النفط، فالحكومة عندها سيولة كافية لكي تمر بهذه الفترة، ولكن يبقى التحدي الكبير أنه مدام أمريكا بترفع أسعار الفائدة، البنوك المركزية هنا بترفع أسعار الفائدة، وهذا بيضغط على السيولة، فيجب يكون في تدخل من البنوك المركزية تعطي السيولة للبنوك، لأن البنوك بيصير عليها ضغط بالسيولة. هذا شوية تكنيكال. أيوة معقد شوية، بس إنه يعني وضعنا أحسن من مناطق تانية في العالم نسبيا للآن. أوكي. للآن نسبيا للآن. طيب منطقة أوروبا هي الأكثر تأثرا. أيوة. لو أخذنا بريطانيا مثلا، أنت شفتي الاسترليني وين وصل؟ أيوة. هذا عمرنا ما شفناه احنا استرليني في هالوقت، يعني هذا كويس بالنسبة لنا لو سافرنا صح؟ ايه بس انه لو سافرتي، بس انه احنا بنحكي، ما احنا بنحكي بركود، ما في سفر اصلا. طيب شد حزام. ايوه هذا هو اللي بدي اسألك عليه. احنا الان ايش لازم نسوي احنا كأشخاص؟ طيب هو الوضع هنا لازم نفرق بين لما يصير اي ركود في الأخبار الاقتصادية لازم يوصل في وقت من الأوقات للشخص الطبيعي. أيوة. الآن إيش صاير؟ إحنا كيف متأثرين؟ خلينا نحكي عن إحنا كيف متأثرين. إحنا متأثرين بالتضخم بشكل كبير جدا ومخيف. لما تروحي الآن السوبر ماركت، الترولي اللي أنت بتعبيه صار أغلى بعلى الأقل 30%. صح. فواتير الكهرباء زادت بأفريج من 20-25-30% أضعاً. فأنت هذا الراتب اللي بتاخديه صار بجيبك أقل، لأنه بتضطري تدفعي رواتب. فأنت الريل فاليو، القيمة الحقيقية لراتبك صار أقل بسبب ارتفاع الأسعار. وعندها أسباب كبيرة على رأسها الإمدادات وخارجين من كورونا. هذا فعشان كده اليوم شفنا أرتيكل بغولف نيوز بيقول أنه حتى الشركات بالإمارات بدأت تراجع رواتب الموظفين فقط لاحتساب نسبة التضخم. هذه بيسموها inflation adjustment less salary. هذه صارت بأوروبا سبقونا. أنا بعرف ناس راجعوا رواتبهم مرتين وثلاث مرات هذه السنة فقط لكي نحافظ على talents ونساعدهم أنه يواجهوا هذه التحديات المالية الكبيرة اللي بنشوفها. أيوة. فهذا شو بيعني؟ إنفاق أقل. قطاع التجزئة بيتأثر. الشركات اللي في القطاع الخاص لما يصير في انفاق اكثر لازم تقلص التكلفه، تصير بتخفض عدد الموظفين، وبيصير احنا دخلنا في الدائره اللي هي تخفيض عدد موظفين اقل، نسبه بطاله اعلى، وهنا بيصير لربما التاثير. طيب. على الفتره اللي جايه. طيب قالت لي انا خوفت الناس. لا انا ما خوفت، انت سديتي لي نفسي الامل كل شيء. انا حاسه اني ما بدي اصرف. وضع اوروبا اصعب بكثير. أيوة. واستنيني جالسين نتابع بشكل كبير. أوروبا عندها تحدي الغاز. أي بس نحن ما لازم نصرف، لازم نشد الحزام أحسن. والله شيء. شوف أي ضيف جبناه أنا ما أحب أعطي توصيات على الهواء. أنت هذا عارفين. بيقولوا شدوا الحزام. طيب يا جماعة شدوا الحزام. طيب كانت معنا في الاستوديو زميلتنا في قسم الاقتصاد فاطمة الزهراء الضاوي، شكرا لك.